رافت عالي على طول بهي الكرة، محاولة تبعد مرة ثانية، تعود وحكم المباراة والسافرة وركلة جزاء، ركلة جزاء على محمود صالح. شاهدوا رافت عالي بالركلة الركنية ولمسة اليد الواضحة تماما على محمود صالح، وبالتالي قرار لاعب المخضرم رافت عالي. رافت عالي، رافت عالي، والكرة داخل الشباك، الهدف الأول. رافت 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 يحرز الهدف الأول لفريق الوحدات البارد الأخضر، يتقدم في أول خمس دقائق من مجريات الشوط الأول بالهدف الذي جاء من ركلة جزاء، وفرحة غارمة على أنصاره، على محبيه، على عشاقه. ورافت علي اللاعب المخضرم الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 36، يسجل الهدف الشخصي الثالث له على مستوى الكأس هذا الموسم. وشاهد رافت علي كرة في زاوية والحارس في زاوية، وهدف أول مقابل لا شيء. أعتقد أن هذا الهدف سيرفع مستوى المباراة وسيزيد المباراة حلاوة ما بعدها حلاوة، وسنستمتع بالأداء الجميل. أعتقد أن فريق المنشية سيلجأ للهجوم مرة ثانية وسيهاجم بدراوة، وسيكون هناك وضع آخر من خلال أحداث هذه المباراة. رافت علي وطريقة الاحتفال بالهدف، وهناك بالتأكيد سنشاهد